وهناك جرائم فظيعة، يعني للأسف لا تحرك ضمائر هؤلاء المجتمعين في تونس ولا بعثتهم، لأنهم بكل بساطة لا يمثلون في هذا الحوار، لا يمثلون الشعب الليبي ولا يحملون قضيته ولا يتألمون لآلامه، وإنما هم مجموعة اختارتهم البعثة الأممية على مقاسها لتحقيق، قبلوا ذلك لتحقيق مصالح خاصة بهم، ولتكمل بهم البعثة الأممية في نهاية آخر فصل من هذا الذي يجري في تونس من فصول الحوار، لتكمل بهم المهمة في الاحتفال الختامي الذي سيحضره السفراء ويقولون لنا هذا هو ما توصل إليه الشعب الليبي وهذا هو التوافق والبعثة الأممية، ومبروك عليكم وقبلوه، وكأن البعثة الأممية ولا المجتمع الدولي ليس هو الذي يدبر ويكيد ويفعل بنا ما يفعل. فكان الأجدر بهؤلاء الناس أن يتوقفوا على الحوار حتى يوضع الأمر في نصابه وتعلن البعثة الأممية ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، يعلنون لهم أنهم لا يستطيعون أن يستمروا في حوار، والجرائم والمقابر الجمعية لا تزال تتكشف كل يوم، وهم يطلبون منهم أن يتوافقوا مع هؤلاء المجرمين بدل ما يتخذوا هذا الموقف المشرف. ولو فعلوه لأصابوا ولاحترمتهم البعثة الأممية ولاحترمهم المجتمع الدولي، ولكنهم فرطوا في أنفسهم وفرطوا في وطنهم وفرطوا في قضيتهم وفرطوا في دينهم.